ندى زهير مديرة إدارة التغذية المجتمعية في شركة صحة أبوظبي، فائزة بفئة المبادرة المجتمعية الرائدة ضمن جائزة أسرة الدار في دورتها الثانية. مرحبا، معكم أمل شوابكي، 15 سنة من فلسطين، فائزة في جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية أبوظبي، فئة الشباب العربي المبدع في المجال العلمي. أنا اسمي أشرف بدوي، عميد شؤون الطلاب بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. النهاردة بنستلم في حفل تكريم الشباب العربي المبدع فئة الجهات الراعية للشباب. مدينة زويل كانت أحد الثلاث جهات الفائزة في هذه الفئة. أنا يارم مرعي من الأردن، جائزتي هي جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي المبدع، فزت بمجال العلمي والتقني في الجائزة.